طبعا الخوف زي ما تفضلتوا هو عدة أنواع، ويمكن أخطر نوع أو أكثر خوف للناس اللي هي مقابلة الجمهور. قد تشكل تقريبا 71% من أنواع الخوف. تمام. ولكن أمام الكاميرا الخوف يجي بشكل آخر. هتلاقي الشخص هذا اللي أول مرة يدخل في مقابلة تلاقي يتحسس من أي حاجة، حتى لو توب ومجعد بالطريقة هذه تلاقيه يحاول بيده زي اللي يكويه، ما يبغى يظهر أمام الآخرين هو في داخله. لكن هو إيش اللي حاصل قبل ما يدخل المقابلة؟ هو اللي يوحي نفسه بهذا الخوف. مقابلة الجمهور أي نعم هي صعبة كبداية، ولكن إذا أنت أديت نفسك إيحاءات إيجابية وكل حاجة يا أخوان عشان بس نكون في الصورة ويسمعوني المشاهدين، أي حاجة تبى تسويها في حياتك مو بس مقابلة الجمهور، مجرد توحي لنفسك إيحاءات إيجابية حتتخطى هذا الحاجز، لأنه هذا حاجز أنت جالس تبنيه لنفسك. الحاجز هذا ما حد يبنيه، أنت اللي جالس تبني. إما تهدم الحاجز هذا وتنطلق، أو أنك أنت حتبدأ تبني الحواجز هذا إلى ما يعلى الحواجز هذا، فمن الصعب بعد كده أنك أنت تكسره. لكن أمام الكاميرا هو زي ما قلنا إيحاءات سلبية بتوحيها لنفسك انك انت ما حتكون منضبط، او انه كلامك ممكن يتلخبط، او انه الكلام اللي انت حضرته ممكن تنساه. صحيح. هي عملية التركيز، ركز في الشيء اللي انت بتقوله، ركز في النقاط اللي انت بتكلمها عنها، لا تركز في شرح النقاط، ركز في رؤوس الاقلام، لانه هو عبارة عن الاشياء هذه موجودة في العقل اللاواعي دائما، والعقل اللاواعي يمكن معلومة كثير من الناس ما يعرفونها، فيها منطقة اسمها خوفه، المنطقة في العقل اللاواعي اسمها خوفه. لا تتجاوز 2 سنتي. تحمل في طياتها 700 مليار خلية. الخلايا هذه ما تموت أبدا إلا بموت الإنسان. تضمر في حالة فقدان الذاكرة أو الشيخوخة أو هذا، ولكن لا تموت إلا عند موت الإنسان. فهي دائما هي مسؤولة عن الإدراك، عن الذكاء، عن الحركات، عن تذكر أي حاجة ممكن يقولها. طيب إيجابيا، عبارات تكون إيجابية مؤثرة زي إيش؟ أنا ودنا نكون شوية عمليين، يعني مثلا إيجابيات، عبارات إيجابية أيوة تؤثر علي بحيث أني دخلت منصة، دخلت مسرح، دخلت الفصل قدام الطلاب في الجامعة، في القاعة، نعم، في محفل إلى آخره. أبغى شيء عملي إيجابي. ما هي ترى عبارات قوية، ولكن هي عبارات دائما متداولة أو رسائل، أو رسائل متداولة. أنا أستطيع فعلا أن أنا أقضي هذه المهمة بنجاح، أنا فعلا قادر، أنا ناجح، ترى الناس حتعجب فيه، الناس حتعجب بكلامي، الناس فعلا حديهم المعلومة اللي فعلا يستفيدوا منها. هذه كل الإيحاءات لما تيجي تعطيها لنفسك أنت حتوصل فعلا. أحيانا تكون أنت سويت المقابلة وما أنت راضي عن نفسك، ولكن انت ما يهمك رضا عن نفسك في المقابله بالتحديد كرضاء الاخرين عليك. والناس رضا الاخرين هنا هو الاهم، ليس رضاك انت عن نفسك. انت يمكن يكون عندك فعلا قابليه وعندك قوه وعندك دافع انك انت تكون افضل من كده، وتبغى تكون افضل. يا سلام. المره الاولى يمكن ما تكون راضي عن نفسك تمام الرضا، لكن بعد كده ممكن توصل الى 50%، ممكن توصل الى 80% بعد كده، بعد عمليه التكرار والتعود في مقابله الجمهور.